مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي ايا حركة كتشري دسميال عصرياه او لغسو كردييي لغونا بلاريي اسبتال كعرورتا اي محمد آذا الشيخ اي ماس اي عاسم دهرقيسا وحنا مدشا مدحونها كوه ليني حمنا كمي دقلها وسيرها ذا مدحدة اسبتال ذا ماس اي هرقيسا اي مسؤولين حلالكاه يو حكومة جمهورية الصومالي لان اغا اسمها اسبتال كعرورتا اي محمد آذا الشيخ ماس دكتور احمد محمد شعير أي شرحي أهمية دا عسبتال كان يوقف فرديو عرورت سومالي لان إيه دسمياشن عصب وحيابها يكسو كردين دونا ناديقيد عسبتال كان بحين شري عسبتال كان محمد آدم شيخ أساس كيسي هوري وحالا أساسي طبيا قدي بشي شنايو لابد يكونيو صدحية طبانكي وقورين وحانو ما هنغينا إلهي سبحانه وتعالى إنو سورة قليي إنا إنو ماان تيسوغني ما أنو حفلدن إنو كده فرينو اسمها آد كوين إقروح ذا بدن اللغو سوكر ديي اسبتال كا عرورتا اي محمد آدان شيخ مرلاباد وحانو ما هنقيا مدحوينها جمهوريه دي سومال لان او سياسة ديسا اي كود تميد ارنتاني مر صدحاد وحانو ما هنقيا وزارة دهور مرتا عافمات كو يدو هرقل سيد اسمها ان آد كو قروح دا بدن ليوين اي كو صلا بلا ما يرد اسمه هورا اي وكاكو منا اسبتال كو او دمانتي اي وزارة دو فلسي عنا عنا كلاكاشن waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shirkadii dhismahan iyaduna fulisay ee dhistay si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa marwada qaranka oo iyaduna had iyo jeer halkan fikradan lahayd markii hore una taagnayd arya habeen si dhismahaasi u dhameystirmi lahaa nagala shaqaysay aan markii ka maqnaan maanta waxaan ku kordhinaynaa dhisme weyn oo qaadi doona 70 sariirood agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka دكتور محمد عبد حرقية أي شرح سياسة حكومة ده إيه لغو بريطاريا دي جدا عافماتك إن لهرو مريو عسبتال أي فكر كيسا إيا مالقلين تيسا إيا كورهين تيسا با أي لها قران كجمهورية دا سومالي لان أو آنكو يمن عاويمو سيدا قيب تهوري عسبتال كان أو سيدي لشاقي لبجير أديك دي سوكبادن دونا عسبتال كي هرو جري عسبتال كاسي رنتي أو غالي دقالة ويني دقالة هاسي وحاو كيمي قران كسومالي لان دبدنا وحو كيمي حابا يراتي مجرتو دينا عاكلا مركا لغو عسبتال كاني وا عسبتال كاليا اي او اديغا عرور اي غارهان او اما غار او اينو اي او اديغو عرور اما بياتريك هسبتال اي غيغي نكويالا وما أديغو أو قرى هرقيسا لكن هو هسبتال ريفير الهسبتالا وحانا لوصو ريفير غريا عرور تكلا دوين اي قبولة دل كوردن إساقو أو سيدا الله مدال لو كينو عرور لغا كيني دلال كاي نجار كنهاي إياغانا قارهان دينا عنيو نيت كاما عرور تمركابا دلتين موجادا او يهي ميشا لغو دار يهلو اما عرور تان سيد قودو دمان او حد مدح وينا آتوا عرقتي إلا يدور يتوان عرورا أو لغو كورينا يهالكان يغو أنسيت قو دي دمان وزيرك عافمات كي جمهورية دا سومالي لان حسن محمد علي قافادي أي دول استاقي وحقبت كحكومة دا تنظا حيسا أي كو أجهد دي سن أدي قيدا عافمات كي يدالكا إي قولها لغا قاري وحي علامدو يهي عصبت الكاني يقابتا عصبي إنا ينوودو لأنا هاي إنا ينو هدي أينو سياسات عد أينو لنمادلو كارتي iyo commitment waxa la yiraahdo inaynu wax badan inagu aanu qabsan karo hospitalku waa isbitaalada ugu wanaagsan caalamka ku yaala dhammaan waxa ku baxay oo dhammaan waxa qaranku bixiyay wasaaraddu waxa barbar socday oo ka hor dhamaaday shaybaadhka weyn ee ku dhex yaala hospitalka tibida oo isaguna ah lamid ah kan lamid ah dhismahan lamid ah oo dhammaantii ay ka baxday شابك الدولة لماذا نسمعها وحا عصبت الكن ونصيب يا شيء إنو هرو شقالة شوكتية ندام كي لغو بلابي حديد بدرنا اللي يشاء عالم كا كسيبا دخاتير تا تخصص كاولة عذر هذا إنا ننغو قارين ولي وحا كلانو مهدقا يا شقالها وزارة هرمانة عافبات كا كاول قلع عصبت الكن madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay bahda caafimaadka ee Soomaaliland ee dadaalka nafurka leh u gelisay bulshadooda si ay ugu qabtaan adeegyo caafimaad oo la mahadiyo ilaahay baa mahadle
أديات بانو غفر حسنا إنه كسوة غيب قبل فريتان كأسبتال كانوا وين السيدة وعن الله ريسي الشغاليسة إيوها وشتالنا أي كوار همين دادك أقوام تولاها كنتي دادك ديبا ديكا جوغا هولها عافماتكم إيه مركات قودها أصوك شاء أسبتالها ما أنو والباواد يابسا دادك أن خاتيرتي يهوشا يقبتان وحان قلعي وحي إتوسين ماشا لغو هيا عروتا نسيدكو درامان oo ma taana iyo mid mid gaar ah walaa oo deerunti waad yaabaysaa ilmuhu intuu leeyahay iyo sida meesha loo sameeyay iyo sida loo xanaaneeyo aad iyo aad baan u soo duceynaa hooyooyinkii dhalay dul fadhiyay hooyada dul fadhida carruurta shan bilood ku dhashay ka yar dhakhtarada badbaadinaya ee ka shaqeynaya runtii aniga waxay u ahayd wax aad iyo aad cajiib ah أديات بنو زرده هذا كم هذا قينا هي بعض عارف ما تقولون هوش شيء قرن قوة هي يعني يقف قوة وهو العروس أو عندك كبدك يسوي أنا أقول أما أنا أقوم وحي قرن قوة بالناس يعني ركوبي كي هو حبر شلا هي عارف ما تكيبيه وصدق حبر أدب قد أوبه هي هي أدب هذا كم بقادين هي أختار كان يكاكر أو ما له تمريبه هوش هيسان waad ku mahadnaqayna waad ku bogaadinayna dadkii inuu wadiinow yahay runtii waxa tihiin askarta raa ciidan aan loo ogeyn hawsha hayaan aan aad loo ogeyn aad bogaadsatay dawladduna waxay haysaa wax ka hormaysa caafimaadka waa muddo kood bay mar walba u tahay dawladda aad iyo aad oo maatin kana waynu duceynaa allah inoo barakeeyo hasii balaadho ridwaan aidid ismaaciil akid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland hargeysa